بدأ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية في روما. من المقرر أن يلقي رئيس الحكومة المصرية كلمة خلال فعاليات المؤتمر نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما يشارك رئيس الوزراء المصري غدا في مؤتمر الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 الذي تستضيفه منظمة الفاو في روما غداً.